أستاذ كلمة في اسم فخي. أيوة سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد رزئت الساحة العلمية وجامع القرويين في أحد من أبنائها البررة وطلبتها الكرام وشيوخها الأعزاء، الفقيد سيدي محمد بن معجوز المزغراني، الفقيه الجليل الذي أخذنا عنه بكلية الشريعة وكذلك بكلية الحقوق دروسا عظيمة وعميقة، وكان رجلا كما عهدناه طيبا متخلقا عليه سمت العالم وله من العلم الغزير، وكان رحمه الله كذلك قد مشرفا على رسالة الدكتورة التي تقدمت بها بكلية الشريعة. ولقد كان كلما زرته في بيته إلا وكان مرحبا ومكرما وموجها وموضحا ويصحح ويصوب ويعطي من الإشارات ومن التوجيهات التي كانت في الحقيقة فوائد علمية وثمرات غنية أغنت البحث وكانت مجدة فيه. فالفقيد رحمه الله يعجز اللسان عن ذكر مناقبه وأوصافه، فما نعهده في أنه كان أستاذا بكلية الشريعة بفاس وكذلك بكلية الحقوق وبجميع القرويين العتيق، ثم إنه قد شارك في كان من ضمن اللجنة الوطنية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية والتي هي مدونة الأسرة الجديدة، ثم كذلك حضر بكثير من الدروس الحسنية التي تشرف بها بين يدي جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وله مواقف علمية كثيرة ومشاركات داخل المغرب وخارجه، وحقيقة على أنها هي مناقب كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن مؤلفاته كتاب في أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وكذلك مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة، وكذلك له كتاب وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية وكتاب الحقوق العينية، وهي كلها كتب كان يدرسها بالكليات والمعاهد التي كان يدرس بها، وكان الطلبة يستفيدون، ولا زالت هذه الكتب ما يبحث عنها الطلبة يستفيدون منها ويكثر الطلب عليها لما فيها من الفقه وفيها من التزاوج ما بين الفقه ومن بين القوانين الوضعية الحديثة. الخلاصة القول على أننا قد رزئنا في هذا العالم الجليل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل بركته في أبنائه وبناته وأحبائه وأهله وأصهاره، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.